الفنان محمد الشوبي يعني فنان مغربي كلشي كيحترمو، شنو بالنسبه لك هذاك التعبير عن راي اولا فلتت لسانه؟ انا كنعتبر التعبير عن راي، فتنتمنى من ان الجمهور يعني يتعاطف مع ذاك الممثل اللي يقدر تكون فلتت لسان او راي، فغنقول ليه الله يسامح. والناس والله اللي سبحانه وتعالى هو اللي كيعلم يعني على ما في القلوب. حنا والله ما في خباري ان واش هو كان شي ايطا ولا شي حاجه، انا سمعت رايه، عندي موقف، ولكن انا ما كنختلفش معاه يعني هادشي اللي كاين.